اكتشفت كوادر آثار نينوى مكان المصلى القديم بالإضافة إلى غرف الوضوء داخل الجامع والتي تعود إلى العصر الأتابكي. بعد أكثر من عامين على البدء بإعمار الجامع النوري ومأذنته الحدباء، وقالت أن هذا المكان سيصبح بمثابة متحف يراه كل من يزور الجامع. تظهرنا تفاصيل عمارية كثيرة جدا تعود إلى فترة إنشاء المصلى. الفترات كانت متتالية تقريبا حتى الآن وصلنا إلى الفترة الأصلية لإنشاء الجامع. ظهرت أرضيات، ظهرت بقايا أعمدة للمصلى القديمة، وحتى بالنسبة لمساحة المصلى تم تحديد مساحة المصلى الأصلية من خلال أعمال التنقيب الجزئي اللي حصلت على هذا المكان في المصلى. المرحلة الأولى من إعمار هذا الرمز التاريخي قد انتهت برفع أكثر من 5000 طن من الأنقاض، هذا وقد جمعت الكوادر أكثر من 45,000 قطعة من الأحجار الأثرية بالإضافة إلى الطابوق مما بقي في الأرض، وستستخدم في إعادة البناء ضمن المرحلة الثانية التي يفترض أنها ستنطلق بعد أيام قليلة. رفعنا حوالي 5600 طن من الأنقاض و11 عبوة ناسفة غير مفجورة كانت معدة لتفجير مزروعة داخل جدران مصلى المسجد النوري. فيما يخص القطع الأثرية، تم استرجاع حوالي 45,000 قطعة طابوق عاد لمدينة الحدباء، وحوالي 1100 قطعة فرش موصلي عاد لمصلى المسجد النوري. هذا وقد أكملت اليونسكو وهيئة الآثار بالإضافة إلى الوقف السني كل التصاميم الخاصة بإعادة الإعمار، وسيعود المصلى كما كان وكذلك المئذنة الحدباء مع وجود إضافات لمحيط الجامع بحسب التصميم الذي فاز بمسابقة اليونسكو. عادت الحياة إلى الموصل، ولكن مئذنتها الحدباء لم تعد الحياة إليها، فما زالت تشكو حتى اليوم من جراح الحرب، وينتظر أبناء هذه المدينة عودة هذا الرمز التاريخي كما كان سابقا. من ذات المدينة، محمود الجماس، قناة التغيير.